إذن لماذا قرأت الأسواق توقعات الفيدرالي باستمرار مستويات فائدة عالية لفترة طويلة؟ قرأت بهذا الشكل السلبي وأغلقت أهم 7 شركات تكنولوجيا بتراجعات فادحة بالأمس. نرمي ذلك قلت في سلة رائد ولا في شباك رائد يا طيب؟ رائد سجل جون معناته في شباك رائد. في شباك رائد الخضر وهو كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد. ردة الفعل، هل كانت متوقعة أن تأتي بهذا التأثير القوي والسلبي على أهم 7 شركات تكنولوجيا في وول ستريت بالأمس؟ يعني كان في مفاجأة بعض الشيء رولا طيب ب يعني خطاب واللهجة التشددية القوية التي تم تبنيها من قبل الفيدرالي الأمريكي. يعني كنا نتوقع أو التوقعات الموجودة في السوق أن يكون هناك إبقاء لأسعار الفائدة وأن يحتفظ بلهجة تشددية الفيدرالي الأمريكي، ولكن أن يصل بهذه النبرة القوية إلى إبقاء فائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول، إضافة إلى أنه يكون في عندنا هذا الرفع الابتعاد الكلي عن أي حديث مرتبط بأي تقليصات لأسعار الفائدة لبعد ما نهاية 2025. إضافة لذلك يعني وضع التضخم كهدف رئيسي للفيدرالي الأمريكي والحفاظ على أو النبرة الإيجابية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي دون الخوف من مستويات أسعار الفائدة الحالية، لا بل استخدام أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة لأنه يحقق الاستقرار نوعا ما في الفترة القادمة. يعني أعتقد الفيدرالي الأمريكي كان قد بالغ يوم أمس، وبالتالي كانت الأسواق تنتظر نوعا ما نهاية لبرنامج التشديد النقدي، ولكن الفيدرالي ابتعد كثيرا بتوقعاته لإبقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة قد تمتد حتى نهاية عام 2025. نعم جيد. رائد، دعنا ننتقل إلى النفط الذي يتراجع قليلا، يعني نقف على هذه العوامل والمسببات. تبع هذا اللقاء لولي العهد السعودي مع فوكس نيوز، تحدث فيه عن أن السعودية لا تسيس موضوع النفط، يعني بعيدا عن أي تجاذبات وتقاطعات سياسية روسيا أو غيرها، وأنها تعمل فقط على توازن السوق. كيف تراقبون أسعار النفط؟ يعني لطالما كانت أوبك بلس تصرح دائما على أنه هي تحقق توازن في أسعار النفط، ولكن ما نشهده حاليا يعني ارتفاع بأسعار النفط كان سببه الرئيسي هو التضييق أو تايتنينج اللي صار عندنا بالمعروض النفطي. بالتالي المعروض النفطي كان مقيدا في حين الطلب ينمو بشكل طفيف نسبيا، سبب ذلك عندنا انخفاض يعني مع في ظل وجود العجز، يعني لا يزال الطلب هو أعلى من المعروض، واستمرار تعهدات بالاقتطاعات الطوعية من المعروض النفطي زاد من الضغط. نضيف إلى ذلك استخدام المخزونات بشكل أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي وتحسن الطلب تدريجي من أكبر مستورد للنفط وهي الصين، بالتالي ذلك ضغط حقيقة على أسعار النفط بالاتجاه الصاعد. يوم أمس كان نتيجة قوة الدولار الأمريكي أولاً، بشكل واضح الدولار الأمريكي القوي سبب عودة انخفاض واضح في أسعار النفط، شفنا تراجعات بأكثر من 75 حتى هذه اللحظة سنت على من الـ WTI وأكثر من 72 سنت على الـ UK Oil أو برنت. نعم طيب سيد رائد، نسألك الآن عن ترقبنا لمن تبقى من البنوك المركزية في اجتماعاتها اليوم. بنك إنجلترا تقريبا احنا يعني عارفين شو ممكن يأتي من الاجتماع، لكن الأنظار تتجه نحو بنك اليابان المركزي في اجتماع، واليوم نجد الين متراجع بشكل لافت أمام الدولار مع قوة الدولار الأمريكي. حدثنا عن كلا الاجتماعين وما الذي تتوقعه للبنك المركزي الياباني؟ يعني على الرغم من بعض خلينا نقول التفسيرات التي كانت للتحركات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي الياباني والتي وصفت بأنها تشددية نوعا ما، لا أعتقد أنه يعني سياسة التحكم بمنحنى العوائد أو سياسة حتى الألترا لوز بوليسي أو السياسة التيسيرية سوف تكون يعني يتخلى عنها البنك المركزي بشكل كامل، وإنما لا تزال مستويات التضخم وتحقيق
استقرار في مستويات التضخم في اليابان تعتبر مهمة. صحيح هي ارتفعت عن ووصلت إلى المستهدفات ربما تجاوزتها بعض الشيء بالنسبة لليابان، ولكن نظرا لهذا الحدث يعني أثر في كل الأسواق العالمية. أعتقد الدولار الأمريكي القوي حاليا أمام الين الياباني سوف يبقى مسيطر، بالتالي USDJPY مرشح لمزيد من الارتفاعات وربما عودة مرة أخرى ومناورة عند مستويات 150 لين لكل دولار أمريكي. أعتقد هذه المستويات مطروحة وموجودة، لا أعتقد سيكون تعديل كبير من قبل البنك المركزي الياباني، وهو ذكر بأنه سوف يتدخل في سوق سعر الصرف الين الياباني إذا ما اقترب من مستويات 150 مرة أخرى. ولكن أعتقد بالرغم من التدخلات إن حدثت التصحيحات ممكن أن تحدث عند مستويات 150، بالتالي المجال مفتوح لمزيد من الارتفاعات للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني دون هناك تغييرات من البنك المركزي الياباني يوم غد. نحن دائما نشكرك رائد حامد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.